أن نقترب من السيارة. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا عبر قناة الواحة، قناة الواحة التي ناقلت هذه الأحداث. وهنا هنا هنا الطيارة 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 الأقرب إلى الناموس، الأقرب إلى الزعفران، الأقرب إلى السيارة. السويتش يلمع وبعض العيون تدمع. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا الطيارة الطيارة. اسم على مسمى، تهانينا تهانينا. والناموس لأحمد بن سالم بن عميرة الشامسي على حصول الطيارة لأول سيارة لأول سيارة والشوط الأول الرئيسي. تهانينا. تعود ملكية مدلل لحمدان بن محمد الدرعي. يا سلام عليكم يا الدروع. ننطلق مباشرة إلى المركز الثاني. هنا شاهين لمنصور بن عبد الله بن نصيب العفاري. والمركز الثالث هنا شديد لصالح بن عامر بن سعيد الوهيبي. يا سلام يا الوهيبي، يبغي السلام لهالعمان لهالعمان. يا الله 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 الله. يا سلام يا سلام يا الدرعي. مدلل مدلل الأقرب إلى السيارة إلى السيارة. سلام للقوع، سلام سلام على ظهر مدلل. تهانينا والناموس لمالك مدلل السيد. يا سلام يا بطير، يا سلام عليك يا بطير. يا سلام، شد الحزامة يا بطير، خلك في المقدمة. يا سلام يا سلام يا سلام سلام. يبغونه هل الهير هل الهير يطالبونك بسلام. حمد بن عبد الله بالطير العامري. والمركز الثاني المديرة المديرة واصلة واصلة المديرة المديرة. ولكن بالطير 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 بالطير. يا سلام. والشاهنية الشاهنية. وطارت الطيارة وطارت السيارة وطارت السيارة مع بالطير. تهانينا تهانينا. والناموس لمالك الشاهنية حمد بن عبد الله بالطير العامري للسيد عبيد بن لحاس العامري. ها هي النتيجة ها هي النتيجة. المركز الثاني المركز الثاني للسيد عبيد بوظفيره العامري، احد الاسامي العملاقة في هذه الرياضة العربية الاصيلة. ولكن معود الى السيد عبيد بن لحاس العامري وسراب. ولكن ارى التغيير ارى التغيير من هملول ارى التغيير من هملول الذي غير في اللحظات الاخيرة للسيد عبيد بوظفيره العامري. يا سلام. تهانينا والناموس الى السيد عبيد بوظفيره او عبد الله بوظفيره العامري بمناسبة فوزه بالمركز الاول. المركز الثاني يا حمدان يا بن فاضه يا مشتبي. وصلتنا عنها معلومه، ولكن هي الصامده هي المسيطره على مقدمه الشوط. سيطره جميله حساسه فعاله. حمدان بن فاضه المشتبي المركز الثاني المركز الثاني. مستمعين الاعزاء الشاهنيه، وتعود ملكيه الشاهنيه الشاني للسيد عبد الله بن سالمين ليحافي المركز الثالث المركز الثالث. مستمعين الاعزاء، ولكن الشاهنية تهانينا والناموس لعيسى بن عبد الله بن سالم الجحافي بمناسبة فوزه بالمركز الاول. هاي لحظة وصول خط النهاية، معنى الفوز والناموس. المركز شاهين محمد بن ناصر لوهيبي ثانيا. هناك ايضا المتقدم وما زال سلهود محافظة على المقدمة هزاع بن عبد الله الوهيبي. شاهين ايضا يصل في هذه اللحظة. احمد بن علي بن واس. اما ثالث المراكز فوصلنا ايضا مبدع المبدع مبدع والممتع ممتع مع شاهين محمد بن ناصر لوهيبي. في اللحظات الاخيرة يقتحم يقتحم الصدارة. والناموس مع بن واس او لوهيبي او بن واس او لوهيبي او بن واس. فوتو فنش المركز الثالث. طوم المساحي بالتم للسبق على الباب. نعم ما شاء الله. روح روح يا ولد يا ولد يا ولد، حرك وكمل الفرحة كمل المشوار كمل. الناموس مع هذا الإبداع مع هذا الفن مع هذا الرقص. نعم تتألق مغثة في هذا الشوط، تباعد وتتوارى عن الأنظار، تغترب من المنصة الرئيسية، تغترب من أجواء الأمان أجواء الفرح أجواء الناموس. سلام وتحية وتقدير لمبارك بن سعيد لوهيبي، وسلام عليكم يا أهل السلطنة.
نهني مبارك بن سعيد لوهيبي على فوز مغثه بالمركز الاول، تهانينا والناموس. اما المركز الاول للسيد حمد بن راعي الدرعي، حمد بن راعي الدرعي في المركز الاول. يا سلام يا بن راعي، يا سلام، يقترب الى الناموس، يقترب الى السيارة. هنا التدخل في هذه اللحظات اللي وصل شاهين، شاهين السيد حمد بن حميد القحافي، وصل ضيفنا العزيز في سلطنة عمان الشقيقة، انتزع السيارة، انتزع الزعفران، انتزع الناموس، انتزع السلامات. تهانينا لأشقائنا في سلطنة عمان الشقيقة، وتهانينا لحمد بن حميد القحافي على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز لشاهين هذه اللحظات. الوصول المركز الرحمن على هذا المال الطيب وعلى هذا الانجاز. يا مبارك يا بن سعيد يا موهيبي، ولكن ذخيره ولديها الذخائر، ولديها الذخائر الكثيره في اللحظات الاخيره لغاشم بن سيف الخميساني. يا سلام، النقل على مهب، يا مهب 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 علي بن احمد الخاطر. المركز الرابع علي بن محمد من مطار بن غدير. واللحظات الاخيره، اللحظات الاخيره، خط النهايه لمن؟ لمن غيرت؟ لمن اللي غيرت في المركز الاول؟ الله يا غزوه لصالح بن عامر المغيبي. الله يا نهب، نهب وغزوه، غزوه يا نهب، ولكن غزوه غزت الشوط بالحقيقه بشعارها المميز وسلالته لصالح بن عامر المغيبي. نهب لثلاث المراكز علي بن عماد الخاطري. ولكن الظبي غيرت في اللحظات الاخيره، غيرت الظبي بالحقيقه في اللحظات الحرجه للسيد محمد بن ناصر. انا وهيبي وسلطنه عمان، سلطنه عمان تنتظر بالحقيقه هذا السلام الغالي، تنتظر هذا السلام المميز. المركز الثاني سرابه لعلي بن سعيد المفيدي. المركز الثالث، المركز الثالث، الله، خلوني عند الضبي، خلوني عند الضبي، خلوني عند الوهيبي، من محمد بن ناصر الوهيبي بقول تهانينا والناموس والسلام عليكم سلام. يا هل سلطنة عمان الشقيقة بهذا المهرجان الكريم بالحقيقة، تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر الوهيبي. المركز الثاني سرابة للسيد علي بن سعيد الوفيدي. المركز الثالث، مهيض ولكن الامور. الله، شاهين سعيد بن غليطه يقدم شاهين مع مرضي في هذه اللحظات. راشد بن محمد القراعه في مواجهه كبرى، في مواجهه مستمره بين ابناء التله، ابناء هذه المنطقه، سكان هذه المنطقه. نعم، من تصارعوا على المركز الاول ثالث المراكز وصلنا شاهين السيف بن خلفان القفلي. المركز الرابع برق سعيد بن محمد بن غليطه. الناموس وين؟ الناموس يتجول واقرب الشاهين، اقرب الشاهين سعيد بن غليطه الى الناموس. يا الله، اشوف اشوف المركز الثاني شاهين سيف بن خلفان القفلي، ولكن الناموس، الناموس يذهب مع شاهين. شاهين يودع الجميع بهذا اللون، بهذا العزم، بهذا الاصرار. ركض لي فيهم وفيهن، وركضه يختلف عنهن هناك.